أحسن الله إليكم. بعض الكتب يكتب عليها فضيلة الشيخ حقوق الطبع محفوظة، إذا أراد الإنسان أن يطبع مثل هذه الكتب يا فضيلة الشيخ، هل لابد من الاستئذان؟ وما معنى حقوق الطبع محفوظة؟ نعم، محفوظة للمؤلف أو لورثة المؤلف، لا بد من استئذانهم، لأن هذا حقهم ولا يجوز سرقته من دونهم، من دون إذنهم. نعم.